بكم في حلقة جديدة من شو تلون. مازلنا في الطبيعة ومازلنا في الشمس المزيانة والحلوة. نتمنى لكم أنتم تقضيوا وقت سعيد، وخاصة معايا أنا هنا في شو تلون. دوك اليوم نحب نحكي لكم على أفضل عدسة عندي لالتقاط البورتريت، اللي هي 85 f1.4. العدسة هذه It's a magical lens. شو معناها magical lens؟ لخاطر هي أفضل عدسة تمكنك من التقاط صور البورتريت. وضيوفنا اليوم جاوا يعملوا علينا في طلة. عسلامة ومرحبا بكم. شو اسمك؟ فاطمة. هاي جد بحذانا في القناة، مرحبا بها. اليوم كما قلت لكم مش نحكي لكم على العدسة 85 mm 1.4، وطبيعة الموديل متاع اليوم سيدة. باش نشوفوا كيفاش العدسة هذه تنجم تعطينا بورتريت مزيانين، وباش نحاولوا نستعملوا الانفيرونمنت نتاعنا باش نعملوا ديبت في الصوره، باش نحاولوا نخلقوا بلور بالعدسه هذه. نجموا نتحصلوا على ايزلي بلور خاطر هي f1.4، ولكن زاد الفوكال لينث نتاع 85 mm تساعدنا برشا 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 باش نتحصلوا على البلوري باك جراوند اللي الناس الكل تحبوا. خلينا نتعداو للتصوير ونوريكم سام شوتس للعدسه هذه ونعود بعد قليل. جو. الكاميرا نتاع اليوم هي نايكون 750 فول فريم كاميرا ذو 24 ميجا بيكسل، فهي ماي مين تو جو كاميرا نخدم بها جميع الاعمال المحترفه اللي انا نستعملها في شغلي التصوير الفوتوغرافي. مع هالعدسه هذه اللي هي كما قلت لكم افضل عدسه للبورتريت اللي انا نستعملها في العمل متاعي، تمكننا من تحصل على ايمجز ياسر ياسر مزيانين، بيوتيفول ايمجز. وتشوفوا الايمجز والبيرولز لهنا وان شاء الله تكونوا ينال اعجابكم. بطبيعه ال 85 ملم هو فوكال لينث، لونج فوكال لينث يقولولها بالانجليزيه، على خاطر يلزمك تبعد على السبجكت نتاعك مسافه كبيره باش تنجم تاخذ فول بادي شوت. ونعطيكم نصيحه، اذا كان انتم تحبوا تاخذوا فول بادي شوت فحاولوا ديما خذوا فور جراوند، حاجه تكون في الفور جراوند والسبجكت نتاعكم يكون في الميدل جراوند نتاعكم، وهكيك عندك باك جراوند بعيد عليه باش يزيد اكثر في الديبت نتاع الصوره. انا تويك باش نحاول نستعمل الغصن نتاع الشجره والحشائش هذيه باش نعملهم از فور جراوند، وسبجكت نتاعي غادي في الميد جراوند، ومن الخلف يوجد باك جراوند، وهكذا تتحصل على صوره عميقه وجميله كيف هكايا كما تشوفها، خاصه اذا كان يبدا عندي وايد ابيتشر كيما 1.4 نجم تتحصل على صور ياسر مزيانين وحلوين. واو. تبيع لهني از تيب لكم الاولاد، كي تجيو تصوروا ديما حاولوا الاوتو فوكس نتاع الكاميرا نتاعكم انك يا تخليه كونتينيوس، اذا كان عندك الاي تراكينج حطوا كونتينيوس. اذا كنت تستعمل فتحه كبيره 1.4 وتخلي سنجل مود اوتو فوكس ولا سنجل بوينت اوتو فوكس مش كونتينيوس، يعني لهنا تنجم انك تضيع الشاربنس نتاع الصوره نتاعك. لهنا تحط كونتينيوس اي اف سي كونتينيوس اوتو فوكس وتحطه على المودل نتاعك. اذا كنت تحرك المودل نتاعك فالاوتو فوكس كيب تراكن الفيس نتاع السبجكت نتاعك، وهكيك تتحصل على صور ديما شارب. حاجة تعجبني في النايكون كاميرز اللي الكابابيليتي انك تجم تستعمل الاولد فينتج لينسز، وال85 وال85 العدسة هذه 1.4 هي دي سيريز لينس، يعني هذه من العدسات الفينتج متاع النايكون. والحاجة الباهية هذه انه انك تجم تركبها على النيوست كاميرز فروم نايكون وتستعملها حتى بالاوتو فوكس، يعني هذه هي عدسة مانيوال فوكس only، فيمكن استعمالها اوتو فوكس بالكاميرا هذه 750، حاجه هذه اللي ينعدم وجودها في كانون، اللي الفينتج لينسز نتاعها ما تجمش تستعملهم في الكاميرات الجديده نتاعها هي، فيزمك تشري عدسه اوتو فوكس اي اف ماونت جديده وليس اف دي ماونت لكي تستعمل العدسات هذه. وعلاش نقول لكم في الحاجه هذه؟ على خاطر الفينتج لينسز هذوما فيهم جوده نتاع صوره
ياسر ياسر يونيك يعني، وخاصة الحاجة المهمة اللي هما سعرهم غير اكسبنسيف، فتم يمكن اقتناء العدسة هدية في 300 دولار ولا 250 دولار انت والكونديشن اللي انت تلقى فيها وتتحصل عليها ريزولت ديما مزيانين محترفين. A good tip for you guys باش تنجموا فيسع فيسع تخدموا والمودل متاعك تعاونهم باش تاخو الشوت اللي انت تحب عليه لهنا. I have an idea about the shot اللي انا نحب نصوره. So it's a good idea انك you show off معناها the pose للمودل اللي انت تحب تعملها. دونك لهنا تنجم تجي وتوري هيلو توري ولا توري كيفاش انت تنجم تصور معناها البوز اللي حاجتك بها. مثلا يو لوك تو ذا جوجل، نحن في تونس نقولوا له هذا، اند شي ويل دو ذا سيم، شي ويل هاف ان ايديا اباوت وات يو وونت تو دو. اي هوب يو لايك ال 85 ملم وفهمتوا علاش انا نحبها برشا الفوك اللينث هذه ال 85 ملم، وخاصه مع اللي استعملت على الفينتج لينسز اللي حكيت لكم عليها. فما تنساوش التيبس اللي قلت لكم عليهم، حاولوا استعملوهم في تصويركم انتوما. زاد نوجه الشكر مره اخرى للسيده وصديقي حمزه، شاركوا في الانستغرام نتاعهم، عندهم خدمه مزيانه برشا، خاصه حمزه ارتيست وفنان كبير 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 كبير. ننصحكم برشا باش تعملوا تشيك اب على الصفحه نتاعو الانستغرام والفيسبوك، تنكتب لهم في الديسكريبشن. ما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وسبسكرايب، وكل الفازات هذوكم الكل ما عجبتكمش اعملوا ديزلايك مع اللي بالي. نشوفكم في حلقه جديده، اديو.